أليس من المذهل كيف يمكن أن تكون الألوان مثل البشر؟ بشخصيات مختلفة وطباع وخصائص متباينة، بعضها يساعد الآخرين على الإشراق، فيما يستمتع البعض الآخر بكونه مركز الاهتمام. بعضها هادئ ويتمتع بالرقي، والبعض الآخر مليء بالحيوية والدفء. هذه الاختلافات هي ما تجعل اللقاءات بين الأشخاص والألوان شيئاً حماسياً ومثيراً للاهتمام، ولهذا السبب توحدت ألوان جوتن لهذا العام تحت عنوان واحد معاً. 28 لوناً منظمة في 3 فئات، كل منها مصممة لتعكس الاختلافات بالأذواق الشخصية والتطلعات التي تحدد هويتنا وتعرف عنا، لنتمكن من خلق الجو العام والطابع الذي نريده في بيوتنا.